تاكسي 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 تاكسي. وين طريقك ابوي؟ سيف الدور على عظميه. اطلع ابنك ويطلع. شريطهم بهديك الحفله ما بدي اياهم، بدي اياهم خليهم جنبي. لك لازم المسؤول خلفيته على الكرسي وعينيه على الشعب. ليش انت مين اخذ رايك اصلا؟ لعمو. طب انا من وين بدي اجيب خبرات سابقه اذا ما حدا وظفني بدون خبره سابقه؟ ايه نزلني على اليمين اخوي. ايه هون عندك على الاشاره. ايه هون عندك اذا بتريد. ايه بالله تنزلني عندك على اليمين. ايه تنزلني هون. ايه تفضلي ابوي تفضلي. تفضل عمو. الله يرزقك ابوي، هاي 150 تفضلي. عمو ما معك غير هالخمسين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. خدي امسكي هاي نقل، مانا نعود ناخد ونعطي مشان 50 ورقة. لنروح نشتري باكيت، ما ضل معنا دخان احسن شي. لما بيكون الصوت صدى خليك عالسمع، كون اول مين بيسمع جديد الاغنيات واهمها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ناولنا باكيت مانشستر ازرق بالله. تفضل ابوي هون. ايه تفضل، هاي حقه. لك عمو ما مع غير هالخمسين الله يوفق. لك ايش بلاش لك ابوي، ايش ما فيها شي، كاني ما ناقصه شي. ايه ما ناقصه شي، بس مجلد تجليدها امام لزقه حيث كتاب. ايه شكلسه انت بمعرفتك زبطها على رواق لخاي، ما فيها شي، ما فيها البلا، ما ناقصه ولا شوفي. لك عمو والله ما بترو، ما ننبروخ نحكي ساعتين مشان 50 ورا. لك خاي مثل ما انا اخدتها من راكب، بجيك حدا بياخدها منك. اوف هالخمسينات اوف. انه بقى تعرف الدولة تساوي لنا مصاري مثل الخلق والعالم. لك حاج تلزق كل شي بقلب الدولة حاج. ايش مين يلي عمال يستهلك هالمصرات ويتداولة؟ مو الشعب؟ لا والله امي، الشعب ما اختلفنا، بس والله نويتها تعبانة يتقلوها شوي. لك ايش بدهم ينتقلوا فيها لك ابن اخوي؟ هي 50 ورقة. يا الله وكيلك صارت كلفتها اكتر من قيمتها. لك طب وين الفراطة؟ وين؟ خمسات عشرات؟ لك ما عدنا شفنا شي يا ابن الحلال. الله وكيلك تطلع بالميكرو تعطيه 50 بياكل عليك الغلاقة. لك حجي هات عشرة بقول لك والله ما في فراطة، بدك نزيل بدك سامحنا. لك منين لتلاقي فراطة منين؟ هسا عبيعوهن لك ابن اخوي عبيعوهن. اوف عبيعوا الفراطة؟ ايه نعم، هيك صاير شعبك، حتى بالمصاري ببيعها، شعب شغيل منين ما رنيته برن، من المصرات بطالع لك مصرات. العم يضربون، شلون عبيعوهن هدول؟ ايه لك ابن اخوي ايه، روح اتفرج، عبلا من الموقش في فراطة وبيعوك 800 ورقة بألف ورقة. العم. شعب بده قدرة ربك لتقدر له، الله وكيلك. بس سمعت لك انه هلا بفكروا يعملوا 50 ليرة تنق. ايه سمعت لك هيك سمعة. شفت شلون لك ابن اخوي، شفت شلون عبشتغلوا لسه رغم كل شي حصار اقتصادي علينا، لسه دولتك قلب على المواطن وبتعرف وجعه. اوف الله يفرج احسن شي. صدى اف ام. فاضي معلم. اطلع ابوي اطلع. يلا السلام عليكم. لا ما يضربوا بعد كل هالجر ابعنا بهالخمسين ورقة وروح. تاكسي تاكسي تاكسي. وين طريقك ابوي؟ سيف الدور على عظميه. اطلع ابنك ويطلع. شريطهم بهديك الحفله ما بدي اياهم، بدي اياهم خليهم جنبي. لك لازم المسؤول خلفيته على الكرسي وعينيه على الشعب. ليش انت مين اخذ رايك اصلا؟ لعمو. طب انا من وين بدي اجيب خبرات سابقه اذا ما حدا وظفني بدون خبره سابقه؟ ايه نزلني على اليمين اخوي. ايه هون عندك على الاشاره. ايه هون عندك اذا بتريد. ايه بالله تنزلني عندك على اليمين.